أي نعم، هذا النظر يا سيدي الساري أثره في المنظور إليه. العبد الفقير إلى تعليق حول المسألة، معليش تسمحوا لنا 5 دقائق. بالنسبة للنظر، النفوس منها نفوس علوية نورانية، ومنها نفوس خبيثة ظلمانية. النفوس الخبيثة الظلمانية يسري منها همم دنيئة تسري عبر النظر إلى الشيء المنظور إليه، فيتأثر بها شرا وضرا والعياذ بالله بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حسد الحاسد عبارة عن قوة خفية تخرج من نفسه الخبيثة، نعم تخرج عبر النظر أو عبر الخيال إلى الشيء المحسود، نعم أو المسحور، فيؤثر فيه بإذن الله ضررا. نعم، هذا من الهمم الدنيئة والعياذ بالله. بينما النفوس العلوية النورانية يخرج كذلك من أنوارها ومن أسرارها همم علوية تسري عبر النظر أو عبر الهمة بالتعلق بالشيء، فيسري في عالم المادة فيؤثر فيه نفعا بإذن الله. هذه مقابل تلك، لأن الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، هذا فيما يتعلق بصاحب العين الشريرة عن نفس خبيثة. بما تقابل؟ تقابل بالعين النورانية التي تطفئ ظلمة الأشياء. لذلك قالوا من نظر إلى ولي من أولياء الله سعد، ومن نظر إليه ولي من أولياء الله سعد وأسعد. قالوا سعد وأسعد، لأن ولي الله من نظر إلى ولي من أولياء الله سعد، ومن نظر إليه ولي من أولياء الله سعد وأسعد. قالوا لأن ولي الله إذا نظر إلى جماد أنبت بإذن الله، إلى جماد يسري عبر النظر. لذلك قالوا الإنسان يتعرض لنظر أهل الله، يتعرض، فإن نظرهم هذا ينبت له حالا في ظاهره وفي باطنه، كل ذلك بإذن الله. فنحن كلياتنا تحت أنظار سيدنا الشيخ العجيب.